بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس صعبان عليا واحد بيقول ان الشيعة حرف القرآن. احنا حرفنا القرآن؟ روح يا مغفل دور شوف مين اللي حرف القرآن. احنا حرفنا القرآن؟ طب ازاي؟ طب القرآن لو فيه اي خلل كان اول امير المؤمنين من قادت اليه الدنيا ومسك زمام الخلافة كان على طول غير. لو فيه اي خلل ده تحياله عليه. قالوا له سيب معاوية بس أيام على ما الحكم يستقر لك، خليه يعطيك البيعة وبعد كده أعزله. قال لا، لا أقر الحق ولا لحظة، لا أقر الباطل ولو لحظة واحدة. فلو كان القرآن فيه خلل كان مولانا الإمام صلح الخلل على طول. الأموال اللي نهبها عثمان وزوج بها الناس وادها هدايا مش رجعها كلها الإمام إلى بيت المال؟ كلها علماء الشيعة اللي لغاية النهاردة يمسكوا القرآن بيعملوا عليه استخارة، يعتقدون تحريفه ويستخيرون به. روح شوف أئمتك، شوف الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما فتح المصحف ولقي أول آية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، شوف عمل ايه؟ القى بالمصحف على الارض وجاب السهام وضرب، ضرب المصحف بالسهام فقال اتوعد كل جبار عنيد؟ فها انا جبار عنيد، اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. شوف مين اللي حرف القرآن؟ احنا نحرف القرآن؟ احنا؟ طب ازاي؟ طب ما ده القرآن ده اخو العترة، اخوهم في كفة الميزان معهم. ازاي؟ لا نشك في ائمتنا كما لا نشك في الكتاب. فكيف؟ كيف نحرف القرآن او نقول كيف؟ شوف مين اللي حرف القرآن عندك. فانا عاوز بس اقول بالنسبة للي كان بيقول حسبنا كتاب الله، ما تكتبش يا رسول الله كتاب. طب هات لي يا اخوي الزكاة هتطلعها ازاي من القرآن؟ وآتوا الزكاة. الغنم فيها قد ايه زكاة كل سنة؟ من القرآن هاتلي. فيها قد ايه؟ البقر فيها زكاة قد ايه؟ هاتلي. الإبل فيها قد ايه زكاة؟ الزروع والثمار فيها قد ايه زكاة؟ الأموال. طب ازاي؟ ومش ينفع. ما هو حضرة النبي على طول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. فلابد يكون المعصوم مع القرآن. القرآن ده لغة عالية. تصور واحد جاني مرة في المسجد هناك بعد صلاة الجمعة وقال لي يا مولانا السمسرة مش حلال. قلت له ازاي؟ قال مش ربنا بيقول فإذا فرغت فانصب. انصب؟ انصب ازاي؟ عاوز يعتبر السمسرة والنصب على الناس حلال بنص الآية. شوف شوف يخرب بيتك. انصب؟ انصب ازاي يعني؟ يا أخي في فرق بين النصب وهو الكذب والمكر والاحتيال وبين النصب. فإذا فرغت فانصب، إذا انتهيت من تبليغ الرسالة نصب أخاك عليا. فنصبه يوم غدير خم وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. صل على اللهم صل على محمد. وهكذا. فعشان كده بقول لك اهو
أقول لك لو جه طاغوت من طواغيت الحكام اللي هو قال يا جماعة هي المشكلة بيننا وبينكم إيه؟ مش الحكم بالقرآن، أنا هحكم بالقرآن. قل له مش ينفع، هل أنت منصب من قبل الله؟ أنت منصب من قبل الله عشان تحكم بالقرآن؟ لا مش منصب، أنت ما بتنفعش. هتحكم بيها على رأي مين؟ على رأي أبو حنيفة ولا على رأي مالك ولا على رأي الشافعي ولا على رأي ابن حنبل؟ شكرا. فلازم زي ما القرآن نازل من عند الله، خذوا بالكم عشان ده دليل قاطع على الإمامة، زي ما القرآن نازل من عند الله لازم الإمام يكون منصب من قبل الله حتى يفهم كلام الله فيحكم بأحكامه. لابد لابد.